هلا نحن كجمعيه تجار بيروت كقطاع تجاري على طول نبقى راس الرمح بهالحملات هيدي في مواجهه كورونا من سنه ونص لتاريخ اليوم، وعنا تعاون وثيق مع لجنه كورونا مشان نتفادى لوك داون، لانه شفنا انه صار في 3 لوك داونز بالاشهر الماضيه وكانت قاتله بالنسبه للقطاع التجاري. فاذا كلنا عم نشوف انه بدول العالم المختلفه هل المتحور الهندي الجديد دلتا عم بيخلق مشاكل كبيره، لانه سريع التوسع والانتشار و يعني النتائج تبعيته وخيمه. فمن هون نحن استباقيا كقطاع خاص اليوم بالذات اطلقنا نداء للزملاء التجار يتشددوا بالتدابير الوقائيه حول السلامه العامه. نحن عندنا بروتوكول وافقت عليه لجنة كورونا وماشيين عليه بالفعل عزيح. يعني هلا المطلوب انه يسابروا بهالموضوع، يعني من تباعد اجتماعي، من فحوصات بي سي ار، من تأنين عدد الزبائن والموظفين الى ما هنالك. هلا العامل الجديد هو موضوع اللقاحات، واللجنة لجنة كورونا بتأكد لنا انه اللقاحات صارت موجودة وبمتناول عمليا الجميع، يعني كل شخص عمره فوق 30 سنة قادر يفوت بكذا مركز، يعني حوالي يعني بكل أنحاء البلد ويأخذ الطعام. هلأ في دول بالخارج بلشت تقول إنه يا أصحاب عمل أنتم مسؤوليتكم إنه تلزموا الموظفين عندكم إنه يتلقحوا. ونحن كقطاع تجاري أكثر من غيرنا، لأنه عنا عدد كبير من الموظفين اللي هن على احتكاك مباشر ومكثف ويومي مع الزبائن، هول مسميهم فرونت لاين امبلويز، هول إلزاميا لازم يتطعموا لأنه ممكن يتحولوا إلى معبر للفيروس من جديد. فإذا نحن بعد ما عنا صفة إلزامية، ولكن بلشنا نقول أنه حس يعني بإلحاح أصحاب العمل أنه يلقحوا كل الموظفين. إذا هالشي ما صار أنا بشوف إنه الدولة مع الوقت لازم تقول إنه الشخص ما له حق يفوت على مؤسسته إذا ما تلقح، والبديل هو إنه إذا بعد لهلا ما اقتنع بإلزامية وأهمية اللقاح ياخذ بي سي آر تيست بهالمرة على نفقته الخاصة مش على نفقة المؤسسة. فنعمل وعي كامل بموضوع الكورونا وانعكاساتها. الخطة نحن كجمعية تجارة بيروت أطلقنا مبادرات عديدة. حتى قبل اندلاع الثورة بشهر أطلقنا ما يسمى بالدولار الاجتماعي، وهو تحديداً أنه يتخصص الدولار بسعر الصرف الرسمي للسلع الأساسية الثلاثة اللي هي المحروقات والقمح والأدوية، لأنه كنا مستشعرين أنه الدولار كان بلش يطلع. ولكن مثل كل شيء بلبنان فكرة جيدة بتطبيقها بتصير كارثية، يعني انطلقنا من ثلاث سلع صاروا بسحر ساحر 30 ومن ثم 300، إنما الطامة الكبرى كانت موضوع التهريب للأسف، وبالتالي تبين أنه حرق لبنان تقريباً 8 مليار دولار بهالطريقة. نحن ما انطرنا تنوصل على 8 مليار دولار، من سنة عم نقول نحن يعني أم الصبي طرحنا المبادرة لازم ننتقل بشكل حتمي من دعم السلع إلى دعم العائلات اللبنانية. تصور أنه سنة 2016 لما شفنا أنه كان في تعب بالنمو الاقتصادي والاستهلاك عم بيخف وانه رايحين على مشاكل ماليه، بهيداك الوقت اقترحنا على حاكم مصرف لبنان هندسه ماليه، بس ما سميناها هيك لانه هذا الاسم الرائج اجى بعدين، هي هندسه ماليه للاسر اللبنانيه على اساس انه كل اسره لبنانيه تنعطى شيك $1,000. اذا قلنا انه في مليون اسره يعني هذه كانت مليار دولار، كانت بوقتها شافية لمعالجة الوضع اللي كان بلش يترنح. فكان بالحالي اليوم اللي عم نقوله لازم بقى هالبطاقة التمويلية يلي صاروا عم بناقشوها من أكثر من سنة تلاقي طريقة إلى التنفيذ، ولكن لازم تندفع هيدي من خلال قروض مع صندوق مع البنك الدولي. أما الأموال 900 مليون دولار يلي هي صح هيدي إذا بدك السحوبات الخاصة أو حقوق السحب الخاصة للبنان، هيدي مثل ما هي لازم تروح ينعطى وفقاً للآلية اللي وصفناها قبل، $900 لكل عائلة لبنانية من دون استثناء. أنا ما بدي فوت إذا بدك مناقشة جنس الملائكة إنه هيدا بيستحق وهيداك ما بيستحق. اليوم 90% من اللبنانية بيستحقه، حتى اللي ما كان مصنف فقير
وفقد شغله مثلا او بعده عم يندفع بالليره على السعر الرسمي او 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 هول كلهم صار عندهم اذا بدك انكشاف وفاتوا بمسار الافقار الجماعي بلبنان. مشان هيك نحن مع استعمال هال 900 مليون ابدا ما يروحوا على احتياط المصرف المركزي ويتبخروا مثل اللي سبقون، انما يروحوا عبر المصارف يندفع كاش $900 دفعة واحدة لكل عائلة لبنانية بشهر أيلول لما نحن منتظرينه. فإذا هيدي هالطوابير الزل وهيدي كانت للأسف متوقعة ولا مجال لوضع حد لها إلا من خلال البطاقة التمويلية، يعني حوالي $93 أو غيرها، وولي من البنك الدولي مثل ما قلنا، و 900 مليون على أساس $900 للعائلة الوحدة الممولة من صندوق النقد بالتوازي. وهيدي كلها حلول تقيعية وموضعية وأنية. اللي بينفع شغلة واحدة هو الحل الشامل اللي بتطرحه حكومة محترمة مش محتقرة، مش حكومة يعني إفلاس وبهدلة مثل اللي شايفينه اليوم. خلينا نقول يعني مرة لكل المرات انه بلبنان ما بقى في مجال للحلول التقنية، الحلول ما ممكن إلا تكون سياسية، ما بقى في مجال لحلول مجتزئة، الحلول ما فيها تكون إلا شاملة. فإذا هيدي إذا بدك الخروط الخطوط العريضة اللي لازم أي حكومة إنها تمشي فيها. نحن كجمعية تجار بيروت كهيئات اقتصادية مستعدين نساعد للآخر، لأنه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي، وعم نشوف إنه سوء إدارة الدولة معطوف على الفساد ومعطوف على كل الويلات الباقية، ويعني الفتح الحدود بهالشكل السافر على سوريا هو هذا رح يوصل لإفلاس لبنان. أنا بدي أذكر واقع سنة 87 لما كان الرئيس كميت شمعون وزير مالية بهيداك الوقت، كان في معضلة اسمها دعم المحروقات، وقبل بيوم من وفاته قديش يعني كان فيه هموم على قلبه وغيره، قبل بيوم من وفاته بتذكر عمل تصريح قال نحن إذا ما وقفنا الدعم على المحروقات هالشي رح يودي لإفلاس لبنان. تصور هالكلام. فهالسيناريو فاست فورد لقدام 35 سنة نحن عم نواجهه اليوم. إذا لازم الدولة تحسم أمرها بسرعة بهالاتجاه هذا. هلأ الدواء بطبيعة الحال لازم يتأمن، وخاصة الأدوية المستعصية والأمراض المزمنة. هيدي يعني ما لازم يطال أي تقنين، ولكن لازم يكون في تشدد يعني بالقبول فيها بمصرف لبنان ووزارة الصحة. هلأ الموضوع الشائك أكثر شيء هو طبعا موضوع المحروقات. هلأ طالما يعني إذا أنت طلعت خلينا نقول من 35,000 ل 70,000 والسعر بسوريا بعده 300,000، يعني بعد في مجال للاستفادة، يعني بسموها أربيتراج أوبورتونيتي قد ما بدأ، لازم السعر بلبنان يطلع بالقليلة لل 200,000، ولكن بالتزامن يعني بالجملة ذاتها بدي أقولها بالتزامن مع زيادة يعني حجم البطاقة التمويلية للأسر اللبنانية، لأنه هالكلفة هاي بدها من مطرح تاني ترجع للدولة اللبنانية، لأنه هالفرق بده يكون من خلال ضرائب من خلال غير يعني المالية رح تستفيد. وبالتالي لما نلجم هالتهريب هيدا بيكون في إمكانية أنه نبعت إذا بدك المساعدات بشكل هادف جدا من خلال البطاقات. فهيدا لازم ينعمل، لأنه شايفين أنه الدولة عاجزة. بوقت طبيعي كان الدولة لازم إذا بدك تسيج الحدود اللبنانية، ولكن هالشيء مش عم بيصير مش عم بيحصل. إذا ما قادر توصل بالحلول إذا بدك اللوجستية والسيادية والأمنية، بدك توصل بالحلول الاقتصادية اللي بتوصلك للمكان ذاته، بس بدك أنت جرأة بالقرار السياسي اللي مش مبينة لتاريخ اليوم أبدا. وبالوقت ذاته لازم نأمل النقل المشترك، يعني معيب انه بعد 30 سنة من انتهاء الحرب العالم ما عنده بديل، ما حدا بيقدر يلوم الناس اذا بتروح وبتجي بالسيارات. صدقني ما حدا عنده لزة انه يجي يعلق بالسير 3-4 ساعات بالنهار ابدا الا لانه مضطر. اذا يتأمن النقل المشترك بشكل محترم، والله انا اول شخص بدي الجا له، لانه لما نروح لبلاد برا اذا كان بفرنسا او اذا كان بامريكا او غيره مثل الشاطرين نحن بنروح بالنقل المشترك، لأنه محترم ويمكن التعويل عليه. تعرف أنه مثلا المترو بده يجي على التكة أو الباص بده يجي على التكة، مش هون أنه على الهوارة القصة. فإذا هون في مجهود كتير كبير بده ينعمل من قبل الدولة. مثل ما مبين اليوم الصعوبات
أكبر من أي حل ممكن أيا كان يطرحه. اليوم الدولة اللبنانية منا قادرة تقوم بأي دور، الدول الخارج مش قادرين، فكم بالحري جمعيات ومؤسسات إذا بدك لا تتوخى الربح. نحن هون مهمتنا أكثر شيء إذا بدك الدفاع عن مصالح، عن ديمومة، عن استمرارية القطاع التجاري، ولكن لا يمكن إذا بدك تقديم حلول مادية، لأنه المشاكل ضخمة وعم نحكي نحن بالمليارات. يعني خلينا نقول أنه فقط انفجار المرفأ اللي هو هذا زاد مصيبة على مصيبة كلف بالمباشر، يعني من أضرار وخسائر، وبغير المباشر يعني من خلال الدخل الفائت بحدود الأربع مليار دولار للقطاع التجاري واللي حواليه، يعني تخليص البضاعة والنقل والتأمين والشحن، هول كلهم يلي بجوار المرفأ. بالمرفأ حوالي بالمنطقة هيدي في شيء اسمه كلاستر، مثل عنقود، عنقود تجاري وخدماتي كله بخدمة المرفأ. فإذا بكفي هيدي بدك 4 مليار دولار. شوف صار تقريبا مارق سنة وما حدا شاف شيء. يعني يلي محظوظ، يلي محظوظ قبض 15 مليون ليرة، هول يمكن بيغيروا له لوحين ازاز 6 ميلي. فاذا نشوف قديش الحاجات كتير عاد. هيك بتشوف انه من سنة ونص لليوم بسبب كورونا، بسبب المرفأ، بسبب الانهيارات المتتالية، سكر 40% من كل المؤسسات التجارية والمحال التجارية في لبنان. فهيدي عمليا الديموغرافيا التجارية نسميها الديموغرافيا، يعني تم إذا بدك تهجيمه بشكل هائل، يعني بعد يعني من 100 سنة لليوم نحن ما شفنا هيك شيء. فإذا العين بصيرة واليد قصيرة بموضوع المساعدات، ولكن نحن نسعى بكل السبل، يعني نسعى مع شركات التأمين مشان لتغطي اللي صار، نسعى مع الدولة، نسعى مع المجتمع المدني، نسعى مع الخارج. ولكن إذا بعد مرة بقول ما في حل شامل من خلال الدولة، هلا مثلا اذا انطلق صادر، خلينا ناخذ افتراض اذا انطلق صادر بال11 مليار، نحن فينا نعمل لوبيين انه جزء من هالاموال يمكن كم 100 مليون يتخصصوا للقطاع التجاري مشان اعادة ترميم البنية التحتية التجارية، مش اذا بدك الفوند رولمون، مش للوركينج كابيتال، انما للانشاءات التجارية. مشان هيك عدد كبير من المحلات بعدها مسكرة لليوم، وبقطاعات تانية نفس الإشكالية، يعني المطاعم والفنادق وغيرها، ولكن لا مجال لنمو اقتصادي إذا البنية التحتية الإنتاجية منا موجودة. فإذا خلي يعني الدولة تقلع من شي مطرح، تركب هالقاطرة على السكة، ونحن منركب فاغونتنا وراها ساعتها، نقدر نلقي نحن تصور مشان تنقدر نمسك نسيسر أمور القطاع. هلا طبعا كل ما نتاخر كل ما الامور تصير اصعب. لو قدرنا تشكلنا حكومه بايلول الماضي لما اجى الرئيس ماكرون على لبنان، حكومه مهمه حقيقيه، 6 أشهر 9 أشهر كان في عنا اذا بدك حظوظ كبيره باعاده انتشال البلد. هلا خلينا نقول انه نحن احوج ما نكون الى حكومه، بس الحكومه هي شرط ضروري بس مش كافي، نيسيسير مي با سوفيزان. ليش؟ لانه بدك انت، كنا عم نحكي عن حلول الشامله، الحلول المتناغمة. اليوم شو صاير؟ بتشوف انه المسؤولية ضايعة. في مجلس النواب بشرع من ميلته قوانين، من ميل تاني بتشوف هالمراسيم الجوالة بتنتقل من مطرح لمطرح، من مطرح تالي بتشوف انه في تعاميم مصري في لبنان، ومن مصر مطرح رابع حتى القضاء الإداري والقضاء العدلي كمان عم بيطلعوا قرارات. فإذا كتر الطباخين بالموضوع الاقتصادي. الحكومة أولا بتوحد الأماكن، يعني يونيتي دو ليو، بيكون في مكان واحد عم تتاخد فيه القرارات، ويونيتي دو ريسبونسابيليتي، يعني بصفي معروف انه هون القرار وهون المسؤولية، ما بقى في هروب من المسؤولية، المسؤولية بتكون مركزة هون. ثانيا في مؤسسات دولية من صندوق النقد وغيرها بيشترطوا انه يكون التفاوض مع حكومة قائمة مش حكومة تصريف أعمال. فإذا لا مفر من تشكيل هالحكومة. وثالثاً بدك تحط أنت حوالي الطاولة كفئات أكيدة، هلأ إذا عندهم ندفة خلفيات سياسية، مش غلط بلبنان ما حدا منه ما عنده خلفيات سياسية، ولكن لازم يقدروا يقولوا إيه لما لازم ينقال إيه ولا لما ينقال لا. وبدي أعطي أنا مثال، خطة النهوض يلي حضرتها الحكومة السابقة أنا بسميها خطة إفلاس، هي كانت ب30 نيسان 2020 يلي كانت قايلة لإفلاس المصارف
ولتشليح المودعين وتأميم وداعهم. هي هيدي لو كان في ناس حوالي الطاولة بيسترجوا يقولوا لا ما كانت قطعت، يعني قطعت بالإجماع، ونحن كان عتبنا كبير على عدد من الوزراء يلي عندهم خلفيات اقتصادية مصرفية يلي مفترض فيهم يكون عندهم الحد الأدنى من الضمير المهني والضمير الوطني مشان يوقفوا قدام الأشخاص اللي عينون. هالشي ما صار. نحن بدنا اليوم أشخاص عندهم الكفاءة عندهم الاختصاص ولكن عندهم الحد الأدنى من الاستقلالية مشان تياخدوا القرار الصائب. ما نغلط، اليوم في قرارات كتير خطرة وكتير صعبة بدها تتاخد. أولا الكابيتال كنترول اللي بعدنا ناطرينه، ثانيا موضوع رفع الدعم بعدنا مثل ما عم بتشوف عم نتلمس الموضوع، ثالثا توحيد سعر الصرف، انت ما فيك تكفي هيك مع 4-5 اسعار صرف، بدك تروح انت لتعويم سعر الصرف بوقت من الاوقات بعد سنه بعد 2 بعد 3، بس بدك تبرمجها هيدي الشغله. رابعا تخفيض وتقليص حجم القطاع العام اللي هو اساس المشكله وصلنا لهون، لانه عندك انت تخمه هائله بالقطاع العام. وخامسا بدك تشوف انت كيف بدك تزيد ايرادات الدوله، يمكن بدك تفوت بمشاريع الخصخصة او الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبمطلق الاحوال بدها الدولة، وهيدا انا رح انهي بهالكلام، الدولة بدها تاخذ قرار جريء بالاعتراف بمسؤوليتها بالانهيار المالي. هلا اليوم هيني بكبوها على فلان، بكبوها على المصارف، بكبوها على مصرف لبنان، على كبار المودعين، ما نضيع البوصلة. المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدولة اللبنانية. هلأ مثلا من شهر كان الرئيس ماكرون كان موجود برواندا، برواندا من 25 سنة صار فيه مذابح مات فيها مليون زلمة، فرنسا ما كان عندها مسؤولية مباشرة إنما كانت موجودة هناك وتركت الأمور تفلت. راح الرئيس ماكرون قال أنا باسم فرنسا أنا أعبر عن مسؤولية الدولة الفرنسوية باللي صار، أنا بدي أشوف مسؤول لبناني عم بيقول نحن كدولة لبنانية. هو طبعا شخصيا ما انه مسؤول، ولكن الدولة كشخصية معنوية من 30 سنة لليوم هي مسؤولة عن الانهيار، والاعتراف بالمسؤولية المالية هو الباب الصحيح للدخول الى اعادة تمويل الدولة لهالفجوة المالية الضخمة اللي بالقانون اصلا هي مسؤولة عنها. لما في فجوة مالية هالقد كبيرة بمصرف لبنان هي مسؤولة عنها، بس أنا بهمني من الناحية السياسية الدولة تتحمل مسؤوليتها بشكل هيك سيادة وتقول قدام العالم كله، أولا قدام اللبنانيين أنه أنا بدي أتحمل مسؤولياتي. هيدا المدخل الأساسي لإعادة الثقة بلبنان وباقتصاده وبمصارفه. عندي كل التقدير لنداء الوطن لأنها هي صوت حر وبتعبر عن صرخة الناس. هلأ ليك النصيحة بهالأيام كتير صعبة، جيل الشباب بكل موضوعية أنا ما بقدر أقول لهم أنه خليكم بلبنان، بكون يمكن عم بظلمهم، بكون عم برهن لهم مستقبلهم، بكون عم بخرب لهم إذا بدك يعني هالحلم اللي عندهم إياه أنه ينجحوا بالنهاية. الواحد بيعيد بيعيش عمر واحد، فإذا أنا بقول لهم روحوا اليوم، روحوا تخصصوا، روحوا كسبوا خبرة، روحوا اشتغلوا بأكبر شركات، روحوا أسسوا أنتم مؤسسات لإلكن، ولكن خلوا لبنان بذهنكن، لأنه بقدر ما عم بقولكن روحوا بقدر ما بكرة بعد 10-15-20 سنة رح إلكن رجعوا. هلأ الروحة مسموحة عرفتيه، ولكن عدم العودة منه مسموح. هلأ هالكلام أنا بقوله لجيل الشباب، أنا بفهم اليوم العالم كله صار قرية صغيرة، لازم يروحوا مطرح ما بيشوفوا أنه في مصلحة لإلهم. التعلق بلبنان شيء عظيم، ولكن اليوم الأبدى من هيك أنه يأسسوا مستقبل لحالهم ويكون عندهم إذا بدك حالة اقتصادية ناجحة بأي بلد من بلدان العالم، ولكن ما تقطعوا حبل السرة مع لبنان. إن شاء الله حبل السرة يكون طوله 10,000 كيلومتر. روحوا على كل أصقاع العالم، استفيدوا وفيدوا، بكرة هيك ترجع بعد 20 سنة أقل شوي أكثر شوي، ولكن هالخبرة هالموارد هالتعلق بلبنان هالمشاعر الوجدانية اللي عندكم إياها تجاه لبنان بتفجروها بوقتها. ما تضلوا هلأ لأنه اليوم الفرص بتكون عم بتضيعوا لكم وقتكم، روحوا ما تضيعوا الفرصة، روحوا استفيدوا، نجحوا برا، وإن الله راد الأيام قدامنا، لأنه هذا لبنان الأبد السرمدي عم بمر بهالمخاض العسير،
ولكن أنا أؤكد إنه رح نظهر، أؤكد هذا الشيء. التاريخ بدل وتاريخ لبنان بدل على أنه ما في دولة ما طلعت من المصيبة اللي هي واقعة فيها، ولكن الوقت رح يكون شوي طويل. مشان هيك استثمروا هالوقت خارج لبنان، مفيد أكثر من ما تكونوا هون، ولكن القيمة المضافة تبعيتكم بترجعوا بتفجروها بتستثمروها بلبنان بوقت لاحق.